كلش نفرح لما نسمع ان هنالك من صار يدرك بجدية ان الفساد والفاسدين المتمثل بما يسمونهم زعامات واحزاب ونافذين وكتل واصحاب بنوك هم الذين اوصلوا البلد لهذا المستوى المنهار، هم سبب المحرومية والفقر والجهل والجوع وانتشار المخدرات بسبب تمركز الثروة الطبقة محددة فاسدة فاسقة تنتمي لأحزاب وتنتمي لزعامات، وكذلك الذين يريدون أن يتصدوا في هذه المرحلة عليهم أن يدركوا تمام الإدراك أن المرحلة الحالية والمقبلة لا تحتمل الاختباء أو المرور أو افتتاح هذه المرحلة بشعارات زائفة وهمية، لأنه الناس اليوم تغني أنا فاض بي ومليت، بعد لا صبر بعد اليوم، والمعركة تحتاج إلى فرسان حقيقيين، وعندما نقول فارس يتصدى أو فرسان يتصدون للمهمة بمعنى أن هذا الطريق وعر لقلة سالكيه، يدرك تمام الإدراك هنالك تسقيط سياسي، هنالك موت، هنالك خوف، لكن في النهاية هنالك خلود. ما تتحمل قلب رشيش، ما تقدر تمشي خطوة إلى الأمام بهذا المشروع وتتراجع خطوتين، لأن راح يجيك واحد من الجماعة يقول لك يا ترى الولد كلهم يبوقون أو أكثرهم يبوقون، وبذلك فإن العملية السياسية ستنهار، وهذا الكلام دار بالكواليس والله ما تنهاروا على أصحابي على رؤوس أصحابها، وإذا انهارت للشيخ شنو اللي بقى بينا. ولذلك اليوم يدور الحديث حول سعر صرف الدولار، وللأمانة نقول أمام كل الشعب أن كل الكتل السياسية وافقت علنا في مجلس النواب وفي الاجتماعات التي دارت من خلال ممثليها وعلى اجتماعين أو ثلاثة مع الحكومة ومع وزير المالية وعن المؤسسات المختصة، وافقت على رفع سعر صرف الدولار في ذلك الوقت لانعدام الخيارات. لا يجيني واحد الآن يزايد ليقول إننا وكنا وكلكم وافقتوا، فليس يصير واحد اليوم يستغل الظرف أو وحدة من الحبيبات اللي قالب الدنيا بالتغريدات والتعليقات. أكو فرق بين الحقائق وبين صناعة الأفلام أم فلان، أكو فرق عالي، حتى تتحولوا إلى أبطال من ورق وتتلاعبوا على ذاكرة الناس بأنكم أنتم اليوم المنقذين. لا، ترى الناس وعت، وإذا تصاب الذاكرة العراقية بالفتور فنحن لها. الكذاب احترق بيته وما حد صدقه، فكافي أن نكذب على الناس وكافي نضلل الناس. مرة واحدة بحياتكم أصدقوا مع هذا الناس، تقررون شيئا بالكواليس ولما تخرب بالتطبيق تتبرؤون منها، قولوا لا وافقنا. وهذه الأسباب، هذه المناكفات السياسية لا تتحملها المرحلة. قضيتوا كل عمركم طرائب، وقضيتوا كل عمركم طرف يتهم طرف آخر. متى ستنتهون من هذه الأساليب الدنية؟
وتتعلموا مرة واحدة أنكم مسؤولون أمام الله وأمام الناس بإدارة هذا المشهد المؤلم الذي أوصلتمونا له. وبعدين الحكي بالاقتصاد، الاقتصاد علم مو مثل الحكي بالسياسة. مرات بالسياسة هواي أكو سوالف خرط تنحكي وطالما وحينئذ ونحن وهم، هذا يمرن ذني أنتم تعرفونهم لأن بيكم من الجهل ما يكفي. أما الاقتصاد فمنهج علمي متخصص، يجب أن تكون هنالك لجان متخصصة فنية مدركة، خبراء، بروف، أصحاب نظريات، أصحاب كتب، أصحاب مؤلفات، يعطون التفسيرات الحقيقية والنصائح إلى القوى السياسية تسترشد بها. ومعب يعني إنها مو دائما اقتصادي، والسياسي الوزير مو دائما اقتصادي، أكو اختصاصات مختلفة. فلذلك نصيحتي لا تدعوا كل من هب ودب يتحدث بالسياسة المالية والنقدية، وإياكم من العمل بالانفعالات وردات الفعل، لأنكم ستحترقون وسيحترق ما تبقى لكم من أمل.